25 تشرين نستذكر بها شهدائنا، واحنا اليوم بهذا اليوم مستمرين على النهج اللي قدمناه من اول يوم لحد هذه اللحظه. طبعا كتشكيل حكومه الكل رافضه تشكيل الحكومه كاحزاب سياسيه، نتمنى من الناس المخلصين والناس اللي يدعون بالاستقلاليه انه يبينون رايهم خلال مجلس النواب. الشعب العراقي ينتظر المستقلين، ينتظر الشرفاء. احنا بالنسبه لنا كشباب تشرين ناشد كل انسان نظيف ونزيه ان يقدم الشيء الجميل لهذا الشباب اللي قدموا شهداء وقدموا دماء. نطالب بكل حقوق الشهداء، عسوة بباقي الشهداء اللي موجودين. اللي سقط بالارض هو شاب عراقي، حاله حال اي شهداء، حاله حال النفس اللي استشهد على ساتر القتال. عوائل الشهداء يترقبون لقرارات صحيحه تضمن حقوقهم. واليوم شفت اليوم اللي محكمه القادسيه من اصدرت الحكم بالاعدام على اللي قتل احد الناشطين. نتمنى على هاي القرارات، نتمنى من المحكمه الاتحاديه ان نشد على ايديهم بهيك قرارات. بسم الله الرحمن الرحيم. 25/10 اليوم الذكرى السنوية الثالثة لانتفاضة ثورة تشرين العظيمة. هذا التاريخ غير الكثير من مفاهيم الشعب العراقي، خلى الناس تعرف شلون تطالب حقها، خلى الناس تطلع وتقول كلمة الحق. قبل هذا التاريخ كانت الناس جامدة، لكن اليوم بعد مرور 3 سنوات وهذه الانتخابات اللي صارت والأشياء اللي صارت الثانية، اليوم هذا التاريخ 25/10 طلعنا حتى نستذكر شهدائنا، حتى نستذكر الأشياء اللي سويناها الإيجابية. اليوم هذا التاريخ خلى الأحزاب الحاكمة تتصارع بيناتها على تشكيل الحكومة، خلى أحزاب كبيرة تنسحب من الحكومة بسبب عدم التوافقات. قبل هذا التاريخ كانت الحكومة معظم الأحزاب متوافقة تشكل الحكومة بسهولة، لكن بعد انتفاضة ثورة تشرين العظيمة غيرت المفاهيم، خلت الشعب العراقي يحاسب المسؤولين عن الصغيرة والكبيرة، وهذا التاريخ العظيم راح يبقى ذكراه خالد في أذهان العراقيين. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمة والخلود لشهداء ثورة تشرين العظيمة والخزي والعار يا لاحق القتلة والمجرمين والفاشلين. نستذكر اليوم ثورة 25/10 التي خرج بها الشباب مطالبين بأبسط حقوقهم وهي وطن، ولحد هذه اللحظة الوطن ما حصلناه. ردنا وطن خالي من الميليشيات، خالي من السلاح المنفلت، تتوفر به أبسط حقوق المواطن، حلم الشباب يتوفر به. ما انطونا، انطونا القتل والجريمة والسلاح المنفلت. احنا لحد اللحظة باقين ومستمرين على مبدأنا، احنا نريد عراق خالي من الميليشيات، خالي من الفساد، خالي من جميع أشكال الإرهاب. إرهاب الدولة جاي تمارس شبه الدولة، الدولة العميقة ضد المواطن. احنا باقين ومستمرين، وان شاء الله ان شاء الله زائحة هاي الفاسدين بعون رب العالمين ومشكورين. رجعنا على نفس المحاصصة، لعنة الله على الكاظمي، ولعنة الله على السوداني، ولعنة الله على المالكي، ولعنة الله على أحزابكم. ولكم شباب بريئة، بريئة تقدم في سبيل تحصل الوطن. شنو ذنبها؟ شنو ذنبها؟ وبالتالي رجعنا على نفس المجازر القديمة. Thank you.
ذكرى ثورة تشرين العظيمة، نستذكر شهدائنا الأبطال والرحمة والخلود لشهداء ثورة تشرين العظيمة بهذه الدماء الزكية وبهذا النفس البطولي لثوار تشرين. تبقى ثورة تشرين وهي ثورة فكر وثورة نهضة وثورة تغيير كل قيم والمبادئ اللي جو بيها باسم الدين وباسم الإسلام، والإسلام بعيد عنهم. ثورة تشرين أسست لمجتمع جديد، مجتمع مدني، مجتمع يؤمن بالمواطنة، يؤمن بوحدة الوطن، وكلا للطائفية وكلا للمحاصصة. هذه ما خرجت به تشرين، وهو تغيير النظام السياسي اللي قائم على المحاصصة، قائم على التفرقة بين الشعب. شنو يعني إحنا هذا سني هذا شيعي، هاي حصتي وهاي حصتك، قائم على المحاصصة. إحنا شعب عراقي، الحكم يبدأ بالكفاءة، بالكفاءة ومدى الوطنية. هسه حاليا التكالب والصراع على المناصب، والسبب هو شنو؟ المحاصصة، كل من حصتي وحصتك والأحزاب اللي تحكم. إحنا هذا مرفوض، إحنا نريد يأخذ العراقي دوره حسب كفاءته وحسب وطنيته وحسب انتمائه للوطن. ما نريد ناس تحكمنا وهم ما عايشين معاناتنا، ما عايشين هم الوطن. الوطن يعني من فشل إلى فشل، من انهيار إلى انهيار، لا تعليم، لا صحة، لا تطور، لا طرق، لا جسور، لا بناء، لا نهضة، لا تنمية. يعني شنو لعد المن جايين هم؟ المن يسمون نفسهم حكومة إذا كل شيء ماكو بالبلد؟ يعني وين ما تروح؟ تروح للمستشفى ما تلكوا كل شيء، تروح للمدارس، المدارس منتهية، كتاب ما عرفوا يدبرون للطفل، طفل مدرسة ابتدائية ما عنده كتاب، مستشفى كل شيء ما بيها، الطرق كل شيء، كل شيء ماكو متوفر. إذا شكم سمين نفسهم حكومة ويريدون مرة ثانية يعيدون نفسهم؟ هذا السؤال اللي طامة الكبرى بيه. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا اليوم 25/10/2022 خرجنا بذات المطالب اللي طلعنا عليها ب 25/10/2019، لان الانتخابات المبكره اللي صارت وكلام المرجعيه انضرب عرض الحائط، رجع الاطار التنسيقي ورجع المجرب الفاسد هو اللي يحكم بالبلد. ماكو فد اهميه، ماكو فد اهميه للدماء والتضحيات اللي سالت، فهذا كله يستفز الشارع العراقي، وبالتالي حكومة السوداني ما راح يكون عمرها أطول من حكومة عادل عبد المهدي. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم 25/10 هي مال مطالب الشعب العراقي اللي طلعوا بها بال 2019 ولحد الان ما تحقق اي مطلب من عندهم. عمي اليوم الشعب العراقي شعب مظلوم، شعب منهك، شعب تعبان، اكلته الحراميه ودمرته الحراميه عمي، فعليه اليوم الشعب العراقي هو رهينه بيد الحراميه وبيد القتله. عمي ليش؟ اليوم انا اوجه رساله للمجتمع الدولي عمي، نقول له هذا العراق عمي حاله رهينه بيد من؟ بيد الحراميه عمي، بيد السراق، بيد القتله. فلهذا السبب عمي احنا نطالب من ان يكون عندنا رئيس وزراء قوي مثل من؟ مثل ابو تونس، مثل ابو مصير. هاي الدول عمي شلون جاي تحكم؟ تحكم بالقانون عمي ومشي بلدانها. ليش بالعراق طمطم لي وطمطم لك وغطي لي وغطي لك؟ ليش عمي؟ مو هذا بلد علي بن ابي طالب وعلي والحسين؟ ليش عمي؟ وصل مرحلة عندنا الطالب اليوم ما عنده رحله يقعد عليها. اليوم الشاب يتخرج قاعد مثل ما يقولون لازم نركونه. ليش هيك عمي؟ مريض يروح للمستشفى ما عنده دواء. ليش هيك عمي؟ اليوم اقول لك محمد مع الشيعة السوداني انت تدبرها، قول لي قدام ادبرها، ما تدبرها فعمني قدام نقول لك انت مرفوض، تقول ادبرها، اطلع صارح الشعب، قول اني ادبرها وراح احقق مطالب الشعب العراقي. شنو شي يريد الشعب العراقي؟ يريد تتحاكم قتلة المتظاهرين، ترجع حيبة الدولة، ينحصر سلاح بيد الدولة، حيتان الفساد، لا تنساني حيتان الفساد، مو تكبش لي موظف صغير، والله كبشت وجاي حارب الفساد، هاي ما تفيدني، ترى حيتان الفساد داير مدالك عمي، خليها ببالك، مو المواطن هذا الصغير،
اللي فوق الكليس واللي فوق الالف دينار. ترى الحيتان مالفسات داير مدارك لي قدام اقول لك داير مدارك. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا حضرنا اليوم لإحياء ثورة تشرين المباركة، الثورة التي أعطت شهداء شباب بعمر الورد، أعطتهم شهداء. هاي وحدة. وحدة ثانية طبعا أكو ملاحظة، كل رئيس وزراء يجي ينعرض أول مرة على الشعب عنده جيوش من الجمهور. يعني أول شيء يقول لك، يا بنطي مهلة جربه شوفه. ليش هو وين كان محمد الشيوعي السوداني؟ كان بالجنة ونزل استوي، مو كان جزء من المحاصصة السياسية اللي حكمت البلد على مدار 19 سنة؟ اشتغل محافظ، اشتغل قائم مقام، اشتغل وكيل عام، اشتغل وزير، اشتغل وكيل وزير. ما أخي احنا شو نريد؟ احنا نريد نبني بلد، احنا نريد ناس أكفاء تجي جاي يقولوا لكم بالعبارة بلسان عربي فصيح: المجرب لا يجرب. طبعا بالمناسبة احنا لا تيار ولا إطار ولا تابعين لأي جهة، وإنما احنا تابعين للعراق العظيم، والعراق سيد نفسه. ما يجي واحد يقول انطي فرصه انطي مهله فشهرين ثلاثه واحنا ما نخلص اعمارنا واعمار اطفالنا بالمهل، نطي مهله. يا اخي حتى المدرب من يجي لاعب يفقد القدرات الفنيه، يفقد القدرات الرياضيه، يبدله. يا اخي احنا ما نريدكم، انتم مرفوضين. جاي يقول لكم بصريح العباره انتم مرفوضين، انتم واحزابكم وتياراتكم، لان انتم قتلتوا الشعب، سرقتوا الشعب. اذا مو انتم سرقه ماديه بيديكم، لا سرقه معنويه. انتم جاي تجيبون حراميه يبقون تريليونات من المصارف. روح انت هسه الان قدم لك على سلفه فد 4-5 ملايين، كفيل سند بيت سند محل شغل منا، شلون تطلع 3 مليارات الا ربع ياخذن ويطلع بيهن؟ هذا انتم اذن الاحزاب انتم مشتركين بها. ولا تقول لي هذا واحده هالكبرى صعلوك يسوي هاي الفعل الدنيئة. لا، اذا ما وراء قاده مال الاحزاب وراء، قاده مال الميليشيات وراء، قاده مال الكتل وراء. نرجع انه محمد السوداني كل الحكومه الفاسده مرفوضه بما فيهم التيار الصدري والمجلس الاعلى وحزب الدعوه الكل. احنا ما عندنا عداء شخصي ويا فلان سيد ويا فلان عام، لا، احنا عندنا ملاحظات على عمل المهني ما جاي يفيدون البلد. يا ناس يا عالم دمرتوا الشعب، خليتوا النساء تفترش الارض تبيع من الصبح لليل، خليتوا الشباب يلزمون التقاطعات، خليتوا الاطفال يروحوا للمدارس بدون كتب، خليتوا المدارس بدون رحلات، المستشفيات بدون علاج. ووصيحون احنا واحنا، يطلع واحد يقول العراق احسن من نيويورك، يطلع واحد يقول بغداد احسن من دبي، يطلع واحد يقول بغداد زرق، دبي زرق ورق، شنو دبي؟ يا اخي عيب، استحوا على غيرتكم، استحوا باشر. انتم عندكم اجيال، عندكم اهل، عندكم ابناء، راح السيره الذاتيه مالتكم تنعرض عليها. شو تقولون من باشر عقبه يكبر ابن ابنك او يكبر ابنك ويلقاك انت سارق ويلقاك قاتل ولابس عمامه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا طالب بدماء العراقيين وطالب إخواننا العراقيين. ترى مو إخوان يعني نايمين على الكراسي، والفقراء الشباب والبنات ظلت جدي بالشوارع. بس أقول عيب، عيب على شعب العراقي كله. أقول عيب هذا النايم هنا، النايم على شعب العراقي، النايمين إخواننا الشيعة. والله تبرى من عتم الحسين، وتبرى من عتم علي، وتبرت من عتم الغيره. لا عتم غيره ولا عتم اسلام. والله شباب وبنات الجد بالشوارع عيب. الكاظمي لو عده ذريه وانسانيه ما وصلنا لهذا المستوى. الله وكيلك انا 1000 دينار ما املك، وعندي 3 خوات، يعني الله وكيلك مستقبل ضاع، لا زواج ولا شيء بين الله بين الله، وعقدا من الحسين. احنا لو نطالب بثار الحسين كان طالبنا بثار الحسين. بس عيب النايمين على الكراسي، نايم على الكراسي ونايمين الفقراء ظل جد بالشوارع. انا جد من ضمن وذاك الجد هاي الشباب. والله عيب، والله عيب، والله ماكو غيره. والعباس 1000 دينار ما املك، هسه نراك محفظتي ما تلقى بها 1000 دينار. والله عيب على الكاظمي وعيب على الحكومه، والله يضيع حظ الحكومه، والله ينتقم من عتم دنيا واخره ان شاء الله. Oh,
والله تشرين هي ثورة الفقراء، ثورة المحرومين، ثورة المعدمين ضد الظلم والطغيان الموجود بالمنطقة الخضراء. احنا يعني من قبل هذا التاريخ صار من 2011 لحد الآن من أجل أن يكون العراق اللي يحكمونه مو الأحزاب هاي الإسلامية اللي اجت مع أمريكا، يجب أن تحكم أحزاب أكو بديل مدني ديمقراطي. هذا البديل المدني الديمقراطي يمكن أنه يؤسس لدولة مدنية ديمقراطية، وهذا طبعا القوة المعادية للديمقراطية، لأن العراقيين أساءوا استخدام الديمقراطية. الديمقراطية نظام محترم مقدس لكل الشعوب، ولكن إحنا أسئنا استخدامها بالبيع والشراء وشراء الذمم، وطبعا خدمة الأجنبي والدول المجاورة. طبعا اليوم الذكرى الثالثه لانتفاضه تشرين، انتفاضه اللي احنا هنا انتقلنا بها من ساحه ثوره العشرين الى ساحه الصدرين، نصبنا خيمنا وبقينا اكثر من سنتين، وقدمنا شهداء وقدمنا جرحى ومعوقين حتى نصلح العمليه السياسيه الموجوده بالبلد. للاسف الشديد الان الاحزاب رجعتنا للمربع الاول، رجعتنا للمحاصصه، رجعتنا للفساد بعد الفضيحه اللي صارت اليوم بسرقه الضرائب وسرقه اموال البنك المركزي. الان للاسف الشديد واجهات الاحزاب عباره عن عصابات ومافيات تقوم بسرقه المال العام. الان احنا مستمرين ونصرة لاخوتنا الشهداء اللي قدموا وضحوا، لازلنا مستمرين حتى اصلاح الوضع الموجود بالعراق والقضاء على الفساد والمفسدين الى اخر نفس بينا. احنا مستمرين، هذا الوضع بالعراق لازم ما يبقى بهذا الوضع الحالي، والمحاصصه لازم نقضى عليها، ولازم اكو ناس اكفاء تقود البلد نحو بر الامان ان شاء الله. يعني هسه احنا احتجاج مظاهرات وقفه ايش تردون سموها بس جاي نقول يعني هذا العراق 40 مليون ما بي غير محمد شاع السوداني، ما بي غير التيار، ما بي غير الاطار. مو معقول هذا الشعب قدم وضحى 1000 شهيد، يرجع ردود همات نفس الشيء، ترجع الفتلاوي تتقاسم بالكيكه، يرجع عباس البياتي يقول احنا اصحاب الكساء، لو همام حمود العفو همام حمود يقول احنا ملائكه. مو معقوله تو من باقنا؟ من دمرنا؟ من دمر العراق؟ لا تعليم عندنا، لا صحه عندنا، لا بلديه عندنا، لا مدارس عندنا، لا ضمان صحي، لا ضمان اجتماعي، ورجع نفسهم يحكمون البلد. ليش ما كفاءات عندنا؟ هذا العراق العظيم له تاريخ 1400 سنه نفسهم يحكمون، ولهذا باقين ومستمرين على مبدانا. الباطل ينقله، اللي يسكت عن الحق شيطان الاخرس. باقين برسالتنا ونكملها رسالتنا الى ان نموت. 1000 شهيد طينا، خلي يصيرون 2003 في سبيل نغير، لازم نغير، هاي رسالتنا. بسم الله الرحمن الرحيم. أشكر قناتكم الكريمة تواجدها في ثورة العشرين، ومثل ما قاعد الشاهدين هاي الوادم اللي طالعة متواجدة هنا، احنا ما طالعين لذكرى، احنا طالعين رافضين هاي الطبقة السياسية اللي حكمت العراق من 2003 ولا يزال لحد الآن هي سبب دمار المواطن العراقي. هذول من اجوا على ظهر الدبابة الأمريكية، هذول فلشوا بلد، هذول حطموا بلد،
تاليها بالرأي الأخير احنا راح يصير في شيء من المتظاهرين باتجاه الطبقة السياسية ما صاير ولا داير. أخاف هم هسه قاعد يدانون ويانا على الوقت. يعني كل ما نطالب بالإصلاح جابوا لك عادل عبد المهدي، كل ما نطالب بالإصلاح جابوا مصطفى الكاظمي، كل ما نطالب بالإصلاح جابوا منه محمد الشيع السوداني. هم ذول المشاركين والمرجعية قالت لهم اللي جرب لا يجرب. يعني والحل وياكم تالية متعبتونا ممرمرتونا من الله لا يرضى عنكم إن شاء الله.